تمام. خمس دقايق بس او 10 دقايق الصلاة تخلص، وعشان بقية الناس تيجي عشان نبدأ كله مرة واحدة ان شاء الله. 5 دقايق او 10 دقايق بالظبط عشان الصلاة بس موجودة، وهنبدأ مع بعض بإذن الله بعد إذنك. Muted.
Muted. Muted.
Muted. Muted. Muted. Muted. مساء الخير يا شباب، في صوت كده؟ شباب في صوت كده موجود؟ لو في صوت بس اكتبوا لي واحد. في صوت يا شباب؟ بس تمام، والشاشة كده تمام؟ الشاشة ظهرت كده عند كله؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمود السيد من اكاديميه بي برو تريدر وموقع فوركس تويت. النهارده هنتكلم عن اسرار الفيبوناتشي، او ازاي نشتغل في الفيبوناتشي في الفوركس، وازاي نعمله، وازاي نتعرف على مين هو فيبوناتشي، وايه اللي حصل، وعالم الرياضه ده جاب الحاجات دي ازاي، وازاي نقدر نشتغل بيه ونكسب منه ونقدر نتعامل معاه. اول حاجه، ليناردو فيبوناتشي ده اصلا عالم رياضه ملهوش علاقة خالص بالفوركس زي ما كل الناس فاكرة. هو مكتشف علم الأرقام، هو عمل علم كده في الرياضة، اكتشف علم أرقام، قال لك إن أي حاجة في الحقيقة أو في الطبيعة ماشية على نسب معينة، فأنا هقدر إزاي؟ اكتشف النسب دي ماشية إزاي؟ قال لك إن أي أساس الاستراتيجية بتاعته أو أساس الحاجة اللي هو اكتشفها
ان اي حاجه بتمشي في السعر، اي سعر بيقدر يطلع لازم يبقى فيه نسبه تصحيح عشان يقدر يكمل صعود تاني. يعني اي حاجه طالعه بصعود او حاجه مستمره طوالي، اي ارتفاع لازم يبقى فيه نسبه تصحيح عشان اقدر اكمل صعود تاني او اخد عزم او اي حاجه من الكلام ده لاستكمال الصعود. هنبدا النهارده نتكلم احنا ليه فيبوناتشي ممكن نستخدمه او يفيدنا ازاي في التحليل بتاعنا. هو هيفيدنا في التحليل بتاعنا لما احنا ندمجه مع حاجات تانية، لكن احنا الفيبوناتشي الاول انا كنت شغال بيه الاساس بتاعي، لكن دلوقتي هو ما ينفعش يبقى الاساس لوحده، لكن هو لازم يبقى مكمل لاي صفقه. ازاي يحدد لك اهداف، ازاي تعرف الريتريسمنت بتاعه، ازاي تعرف الاكستنشن بتاعه عشان تقدر تكمل بيه. طيب فيبوناتشي طبعا زي ما قلنا ان هو مكتشف العلم ده، مش هو اللي اخترع العلم ده. مثلا امثله مثلا ليه مثلا النسب اللي هي موجوده او النسب الذهبيه اللي هو حددها تبقى موجوده ازاي. عندنا مثلا لو هتيجي تبص على اي حاجه موجوده في الطبيعه، مثلا جسم الانسان، جسم الانسان ده مبني على مستويات معينه، او لازم يبقى كل حاجه، دراع الانسان مثلا تبتدي من الدماغ كده للكتف، كل حاجه مبنيه على نسب. كف الايد مبنيه، لو بصيت لايدك هتلاقي ان الكف مثلا نسبه تلتين لواحد، اللي هي نسبه مثلا 61. لو جيت صور الناس المصورين اي صوره عشان تطلع الصوره كويسه لازم تبقى الصوره مثلا اللي موجود في الصوره على جنب شويه بنسبه معينه، يعني لو الصوره موجوده في النص دي ما بتبقاش الصوره بالنسبه للمصورين حلوه. او اللوحات مثلا زي لوحه الموناليزا اللي مرسومه دي مرسومه بنسب معينه عشان تقدر العين تشوفها او العين تلمحها بطريقه كويسه. طيب طب احنا الكلام ده هيفيدنا بايه في الفوركس؟ اصلا فيبوناتشي ما كانش موجود على ايامه، ما كانش موجود في فوركس، فلما قال لك ان احنا ندمجه التحليل ده في سوق الاسهم او في سوق العملات، قال لك طب ما في ارقام تقدر تساعدنا. زي مثلا فيبوناتشي اخترع علم الارقام، عمل نسب، النسب دي تقدر ان احنا تفيدنا. طيب اولا ايه هي النسب والنسب دي كانت ازاي؟ لازم نبقى فاهمين، مش حافظين النسب دي كانت ازاي. طب ليه ال 61 وليه ال 161 وليه الكلام ده؟ اول حاجه مثلا انا شيت الاكسل ده عملته لكم مخصوص عشان تقدروا تشوفوا النسب دي جت ازاي. نسب فيبوناتشي مبنيه، اول حاجه طبعا الاعداد معروفه عندنا من 0 1 2 3 وهكذا. فلو احنا ابتدينا من الصفر اي نسبه بتيجي بعد كده بتحسب الرقمين اللي قبلها وتجمعهم. يعني مثلا الصفر زائد واحد يساوي واحد، واحد زائد اتنين يساوي تلاتة، اتنين زائد تلاتة يساوي خمسة. دي نسب فيبوناتشي اللي احنا نقدر نشتغل عليها. طب النسب بقى اللي هي 61 و23 و38 و2 والكلام ده جه ازاي؟ بنقسم اول عددين او اخر عددين، يعني اي عددين قبل بعض هنقسمهم على بعض هيدينا الريتريسمنت بتاعه. بمعنى ان انا دلوقتي عايز اطلع النسبه مثلا من 3 ل 2، هعمل ايه؟ هعمل كده ايكوال، وهروح جاي قاسم ال 3 على ال 5، هتدينا النسبه دي اللي هي اصلا قبل ال 61، ونبتدي ان احنا نكمل فيها. طب الاكستنشن بتاعه طبعا هيبقى العكس، ان انا هقسم الخمسه على الثلاثه اللي هو انا عاملها لكم، اللي هي عطينا هي النسبه هنا كلها، لا عطينا لحد 161. طب الكلام ده هيفيدنا ازاي على الشرط وازاي ان احنا نكمله بيه؟ شباب لو في اسئله معلش خليها في اخر المحاضره عشان نقدروا ان احنا نخلصه كل واحد، عشان نقدروا نخلصه كل حاجه. النسب اللي هي بتبقى اساس احنا شغالين عليها او النسب المشهوره او اهم نسب في فيبوناتشي، طبعا احنا عندنا، انا بالنسبه لي بشتغل ثلاث نسب، ممكن حد تاني يشتغل نسب كتير، يعني الناس اللي هي بتشتغل هارمونيك والناس اللي بتشتغل الكلام ده بيحطوا نسب كتير عشان دي بتفيدهم في التصحيحات، لكن انا بالنسبه لي مثلا بحب مثلا اشتغل على ال 61 او ال 38 او ال 50، دول التلات نسب افضل تلات نسب انا شايفهم من وجهه نظري. طيب النسب دي هنبتدي نحددها ازاي؟ عندنا موجود في اي حاجه في الشرط
بتبقى مبنيه، يا ترند صاعد يا ترند هابط، السعر هيفضل يا طالع يا نازل. طب لو السعر طبعا مش هيفضل طول عمره طالع او هيفضل طول عمره نازل، فلو الترند صاعد بالمنظر ده اللي هو الطلوع الصاروخي ده، مش هنقدر ان احنا نقول ان ده مكمل في نفس الكلام. يعني بمعنى صح، لو واحد مثلا بيجري فمش هيقدر طول عمره يجري بنفس المستوى، اكيد هيبتدي يقل شوية. طب لو الترند بقى بالمنظر ده، اقدر اقول ان الترند كده ماشي بطريقة مستقيمة. طب الترند ده كده لو انا ابتديت ارسم عليه موجات سعرية ان انا اقدر امشي عليها، يعني الموجة السعرية دي كده سعر طلع طلع ابتدى ينزل يصحح، طلع تاني كسر القمة، ترند صاعد عادي جدا زي اللي احنا بنشوفه، طلع نزل نفس الكلام اللي احنا شايفينه ده. ده كده موجات ترند صاعد. طب الترند صاعد ده فيبوناتشي هيفيدنا فيه في ايه، او احنا ازاي هنقدره نستفاد منه؟ هنقدر نستفاد منه ان احنا لو رسمنا فيبوناتشي، وده هرسمهم هعلمكم ازاي ترسموه على الشارت من شويه، كمان شويه في الاخر. لو احنا ابتدينا العدد بتاعنا اللي هو بنبدا من العدد 100، ليه؟ عشان ده بدايه الاساس اللي هو الواحد، وطبعا فوق طول ما احنا بنعمل بنبتدي بصفر عشان احنا طالعين من تحت لفوق. فلو رسمنا فيبوناتشي من المنطقه دي لحد المنطقه دي، هنلاقي ان دي كده موجه سعريه قدرت تصعد لحد فوق. طب السعر عشان يقدر يكمل صعود تاني، عشان السعر يقدر يكمل صعود تاني لازم يهدي شويه، لازم يقدر ان هو يصحح شويه عشان يقدر يكمل ويطلع يكسر لي القمه اللي فوق اللي هي اتكونت دي هنا، ويقدر السعر يطلع بقوه تاني، لان هنا بيبقى جاب اخره، او العزم بتاع صانع السوق جاب اخره او ايا كان. بس لازم اي حاجه يصحح ياخد نفسه ويريح شويه عشان يبتدي يطلع. طب التصحيح بتاعه ده هيبقى فين؟ اهو ده اللي احنا بقى بنقدر نحدده بمستويات فيبوناتشي، اللي احنا نقدر نقول ان السعر قدر يصحح لحد 50% من الموجه، قدر يصحح لحد 38% من الموجه، او 61% من الموجه. ده اللي احنا بنقدر نحدده فيبوناتشي وان احنا نقدر نستفاد منه. كل ده هوريه لكم على الشارت دلوقتي يا شباب، تمام؟ وده ال 61 اهو، تمام. هو ال 61 بيبقى 61.8، وال 38 بيبقى عشان ده المصحح بتاعه، اللي هو يعني احنا لو قسمنا الفيبوناتشي من الصفر لحد ال 100 هنلاقي النسبه اللي هي ال 50 العاديه بتاعتنا. لو خدنا من الصفر لحد ال 38.2 هنلاقي ان اللي بيكملها لحد ال 61، ودي اهم النسب اللي موجوده عندي. الصوت راح شباب، في صوت؟ لو في صوت اكتبوا لي واحد بس. صوت شباب، في صوت؟ لو في صوت بس اكتبوا لي واحد. تمام. تمام كده الصوت رجع تمام. فاحنا عشان نقدر نحسب الموجة السعرية اللي طلعت دي، بعد كده عايزكم تبقوا فاهمين فعليا ان اي موجة سعرية لازم يكون لها تصحيح. التصحيح بتاعها ده اللي احنا بنقدر نخش في صفقاتنا، اللي احنا نقدر نحدد بيه الصفقات احنا هنخش ازاي والستوب بتاعنا ايه. هجيب لكم حاجة على الشارت كده، بس انا مش حابب الصوت تاني قطع. خلاص الصوت كده موجود يا شباب، رجع. تمام. عشان نقدر نخش في السوق او نقدر نحدد ازاي ستوبنا او الكلام ده او السعر هيصحح لحد فين،
يبقى انا لازم بستخدم فيبوناتشي عشان اقدر اقيس منه التصحيحات اللي هتحصل، اقدر المستويات اللي انا شايفها مهمه وان دي اهم مستويات. على فكره في مستويات 76 في 88، كل الكلام ده بيستخدموه بتاع الهارمونيك او اي حد بيستخدموه. احنا هناخده اللي هيفيدنا، اللي هيفيدنا اهم مستويات. بالنسبه لي ال 38 ال 61 وال 50% دول انا بشوفهم المستويات اللي احنا نقدر نشتغل عليها، او الناس اللي بتقدر تاخد صفقات تاخد عليها. طب نجيب الشارت كده نشوف الكلام ده على الشارت شويه. ده مثلا شارت الباوند دولار، نجيب 4 ساعات نكبر الفريم شويه مثلا. نجيب موجز اي سعريه اللي طلعت دي، السعر طلع من تحت لفوق تمام، وشايفين قدر السعر ينزل هنا يصحح لحد ال 38%. طبعا انا قلت لكم ما بنعتمدش على الفيبوناتشي لوحده، وعمل برايس اكشن وابتدى السعر يطلع يكمل يديني موجه سعريه تانية. ده ترند زي اللي انا رسمه لكم بالظبط اهو، مثلا نقول كده تمام. لو احنا انا بالنسبه لي ال 38 دي ما بتبقاش التصحيحه اللي هي القويه، السعر عشان تقدر تقول عليه صح صحح كويس لازم يبقى لحد ال 61. لو احنا نروح جايين مطولين الموجه معاه تاني، لان دي كده فعليا الموجه اللي حصلت، تقدر تشتري معاه تاني من هنا وتطلع يجيب التارجت بتاعك، والتارجت بتاعك بيبقى كسر القمه اللي موجوده. طيب هو ما نزلش ال 61، هتروح جاي جايب موجه كمان، ادي الموجه كمان اللي حصلت، نزل السعر لحد 50% وراح جاي طاير برضو كسر القمه. فده معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا طول ما انا شغال بفيبوناتشي هو مجرد ان هو يدينا التصحيحات اللي احنا نقدر نخش عليها للسعر. في حاجه هقولها لكم في اخر المحاضره، ان احنا ازاي نطلع الاكستنشن بتاعه، ازاي نستفاد، ازاي نعرف ان الموجه اللي جايه اللي احنا شغالين فيها دي انتهت، ازاي السعر ابتدى يضعف، هعرفكم ازاي تحددوها في فيبوناتشي. ودي حاجه كده تركايه بسيطه من ضمن الاسرار اللي في فيبوناتشي. نيجي تاني هنا، عايز اشوف لكم موجه اقدر ارسم لكم عليها السعر تاني. لا الصوت موجود، الصوت موجود يا شباب. تمام. طيب عايز اقدر اجيب لكم موجه سعريه السعر قدر يعملها، مثلا موجه سعريه زي اللي موجوده عندنا دي. على فكره نسبه نجاح في فيبوناتشي عاليه جدا. انا الاول كنت شغال بيه هو لوحده لحد ما خدت كورسات تانية وتعلمت وابتديت ان انا اركز على حاجات تانية جابتني. شايفين الموجه السعريه اللي طلعت دي؟ على فكره ممكن من الفيبوناتشي ترسم التصحيحات بتاعته، او تقدر ترسم الموجه بتاعته من على فريم الدقيقه لحد فريم الشهري. يعني مثلا انا اقدر اطلع من هنا، هو نزل صحح اهو وما عطاش اي برايس اكشن وابتدى السعر يطلع من عنده، ممكن يكون رد من ال 76%، دي للناس بتاعت الهارمونيك بتبقى حاجه كويسه. ممكن بعد كده نروح جايين مطولين، لا انا عايز اخد الموجه كامله. فانت لو خدت الموجه كامله هتيجي هنا، اهو شايفين الموجه الكامله اللي طلعت دي، ابتدى السعر يصحح وصل لحد ال 38% ومن عندها طار وقدر يكسر القمه. فده معناه كده ان انا ماشي في الطريق الصح، وان انا قادر اكمل، ومستويات في مناتشي طول ما هي السعر بيحترمها، طول ما الترند ده لسه فيه قوه، طول ما السعر بيحترم مستويات في فيبوناتشي، طول ما السعر فيه قوه. طب لو طولنا كده ورسمنا على الموجه بقى اللي طلعت من بعدها، السعر بعدها صحح لحد فين؟ صحح لحد ال 61 وقدر ينزل. لازم اللي هيشتغل بفيبوناتشي لازم يدمج معاه اي تحليل تاني. فيبوناتشي ما ينفعش يبقى هو الاساس لوحده. فيبوناتشي ما ينفعش يبقى هو الاساس لوحده، ادمج معاه عرض وطلب، ادمج معاه اي حاجه. الصوت موجود يا شباب؟ موجود. انت طب شو؟
شباب باشا لو حد بس عنده المايك يجي شغال بعد اذنكم. تمام. Muted. Unmuted. تمام كده الصوت موجود يا شباب. تمام. تمام في الفيبوناتشي اول ما السعر بيطلع طول ما هو بيحترم الموجه اللي هو موجود فيها ويطلع يعمل لي قمه جديده، انا كده ماشي في الطريق الصح ان انا مكمل. يعني مثلا لو انا ابتديت من هنا متوقع ان الاتجاه بتاعي صاعد والسعر ابتدى يصحح ويطلع يعمل لي قمه جديده، طول ما هو بيعمل قمه جديده وبيكسر لي خط الصفر اللي انا محدده انا ماشي في الطريق الصح، انا مكمل معاه. طب لو عمل موضوع زي ده وابتدى ينزل يكسر لي التصحيحات، لا انا ابتدي كده ان انا افكر او ابقى متحفظ شويه في اللي انا موجود فيه. مثلا احنا موجودين دلوقتي، نلغي الفيبوناتشي ده خالص. طبعا احنا الاتجاه بنحدده بطرق تانية كتير وبيبقى لينا حاجات بنشتغل عليها. مثلا انا رسمت لكم التصحيحه دي طبعا في الاول للناس اللي كان الصوت بيقطع عندها. عندنا اهو التصحيحه دي، السعر طبعا نزل لحد ال 50% وطلع عمل قمه جديده، كده انا في الطريق الصح. طب السعر هنا قدر ينزل وقدر يكسر مستوى ال 61، يبقى انا كده هدور على فرص البيع، انا فعليا ما اقدرش ادور على فرص الشراء. طب انا ممكن اكبر شويه وتبقى الموجه كده. يقول لي طب ما هو جه هنا مثلا صحح لحد ال 50% وجاب التارجت بتاعه، بس انت الستوب بتاعك اكبر، فانا بالنسبه لي الصفقات دي ما بقدرش اخشها. طيب السعر هنا قدر يكسر ال 61%، في الوقت ده احنا نقدر نعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين ان احنا بنحدد، انا كطريقه شغلي انا بشتغل دمج فريمات وبتبقى من الحاجات اللي هي انا معتمد عليها جدا. يعني انا ببقى ممكن محدد الاتجاه بتاعي من الويكلي، من الشهري، من اليومي، عشان ابتدي اخد فرص من على الاربع ساعات وان انا اجي. وطبعا انا شغال بالعرض والطلب. طبعا كلنا عارفين. في حد عنده سؤال في الحته بتاعت الريتريستمنت اللي هي التصحيحه وان انا اكمل واحدد هدفي ازاي؟ حاجه بس اخيره عايز اقولها لكم، ان طول ما السعر بتاعي انا مثلا طالع بموجه دي، انا طالع بالموجه دي نزل لحد ال 50%، هو السعر بيطلع لي تارجت اول من بعد كسر القمه ال 127 127%. تمام، تارجت اول من بعد كسر خط الصفر بيبقى دايما 127%، والكلام ده طبعا عارفاه الناس اللي هي بتشتغل في الهارمونيك. حد عنده اي استفسار في الكلام اللي احنا قلناه ده دلوقتي؟ انت لازم بص يا زياد، اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا طول ما في اتجاه حاصل لازم الاتجاه ده يريح شويه عشان يبتدي يكمل صعود. هي اساس النظريه اصلا مبنيه على الاساس اصلا بتاع فيبوناتشي، ارتفاع، اي ارتفاع بيحصل لابد له من تصحيح، اي ارتفاع بيحصل لابد له من تصحيح. فانت السعر هيطلع لحد فين؟ طول ما انت السعر بيطلع، انت مثلا تقول لي بدايه من هنا، طب ما السعر مثلا هيصحح، هو صحح وطلع، طب نفرض اللي هو ما صححش والسعر كمل صعود، انا هفضل ماشي وراه. السعر طلع هفضل ماشي وراه، هفضل ماشي وراه لحد ما يوصل لمستويات فيبوناتشي التصحيحيه اللي انا اقدر اشتغل عليها. في صوت يا شباب؟ Muted. الصوت كده راجع يا شباب.
في صوت كده يا شباب؟ لو في صوت اكتبوا لي واحد بس. لو في صوت اكتبوا لي واحد يا شباب. تمام، انا اسف بس عشان الانترنت عندنا فيه مشكلة. بس انا بحاول ان احنا ايه، واحدة واحدة عشان ما فيش حد يفوتوا حاجة. ده اول نوع اشتغلنا عليه يا محمد، ده اول نوع انا بشتغل عليه، اللي هو التصحيحات، اللي هو الريتريسمنت. تمام، في طبعا الفيبوناتشي شيفان، وفي الفيبوناتشي الزمني. انا ما بشتغلش في الحاجات دي، بس دي لو عايزين ممكن اعمل لكم عليها محاضره كامله. بس انا بحب اقول الحاجه اللي تكسبني في السوق. انا ممكن تكون حاجه طويله او حاجه كتيره، انا اخد منها حاجه صغيره تقدر تكسبني، او اقدر ان انا اكسب منها، اعرف اجيب منها فلوس. لو الحاجه التانيه ملهاش لازمه، ليه هخش فيها؟ فانت خليك دايما ركز على الحاجات اللي هتكسبك. تمام، في اي حد عنده استفسار بالنسبه للي انا قلته اللي فات؟ تمام، اول هدف انا بحدده طبعا بيبقى ال 127. طب ازاي تحدد ال 127؟ لو قلبت الفيبوناتشي كده طبعا هيجيب لك المستويات الثانيه، بس ده طبعا مش صح. طبعا الموجه بتاعتي ايه؟ Muted. لا الصوت موجود كده يا شباب. طبعا هي الموجه اللي صح، والسعر نزل يصحح لحد عندها ال 127. ده بيبقى بالنسبه لي التارجت الاول، جاب التارجت الاول. في صوت كده يا شباب؟ في صوت، صوت موجود يا شباب؟ لو في صوت اكتبوا لي واحد. لو في صوت اكتبوا لي واحد. ثواني. Muted. Unmuted. كده في صوت يا شباب المفروض. تمام، أنا آسف جدا، معلش. بالنسبة لي التارجت اللي أنا قلت أحدده، التارجت الأول بالنسبة لي 127 من التصحيح، اللي هو نزل صحح لحد ال 50% او ال 38 او ال 61. ده بالنسبه لي التارجت الاول. وفي ناس بتحط التارجت 113، بس هو ال 127 المفروض بيجي. طب ثواني هنقل الشبكه يا شباب، معلش. خلص خلص. كده في صوت يا شباب رجع. تمام، بعتذر، معلش، انا اسف، بس هو الانترنت فيه مشكله، لكن واحده واحده كده المفروض ان هو Unmuted. المفروض ان هو كده ما يقطعش تاني. حد عنده اي استفسار من الحاجات اللي انا قلتها اللي فاتت؟
المحاضرة مسجلة يعني كده كده ما تقلقوش، كده كده المحاضرة متسجلة وكل حاجة موجودة. تمانية وتمانين وستة دي أنا ما بشتغلش عليها. لا تصريحات الفيبو مش بتختلف من فريم لآخر، لكن هي الفيبوناتشي أنت بتشتغل على نفس الفريم. في حتة في دمج الفريمات كده هبقى أنا عامل عليها ويبينار قبل كده، والويبينار ده هيتعاد تاني هشرح فيه إزاي تدمج الفريمات وإزاي تستخدم فيبوناتشي في دمج الفريمات. تمام؟ في حاجة عايز أعرفها لكم ازاي. طبعا انتوا عرفتوا ان الرسم بتاع فيبوناتشي لو انا في اتجاه صاعد انا برسم الموجه من تحت لفوق عشان ابتدي احدد المستويات بتاعتي، لو انا في الاتجاه هابط طبعا برسم الموجه من فوق لتحت. بمعنى انا دلوقتي شايف ان الاتجاه بتاع الباوند دولار ابتدى يبقى هابط. طيب السعر جالنا هنا في اول موجه سعريه نزلت من فوق وصحح لحد ال 50% وابتدى ينزل. شباب الصوت كويس على فكره، اللي ما عندوش صوت ده المشكله من عنده هو، اللي ما عندوش صوت المشكله من عنده هو. ممكن تخرج وتدخل تاني اللي ما عندهوش صوت. تمام؟ لو انا في اتجاه هابط، لو انا في الاتجاه بتاعي هابط برسم طبعا الفيبوناتشي من فوق لتحت، هي معروفه كده، هابط يبقى من فوق لتحت، صاعد يبقى من تحت لفوق. لو انا استخدمت هنا فيبوناتشي ورسمت على الموجه دي والسعر ابتدى يصحح لي فانا وصلت لحد 50% من الموجه وابتدي اطلع. طيب انا لو نزلت وكملت مع السعر طبعا كده هيكون جاب ال 127% بتاعتنا لو انتوا شايفين كده. كل ده على فكره الكلام ده حاصل دلوقتي في السوق واحنا شغالين فيه، مش بجيب حاجه قديمه او بجيب تيزا قديمه انا مظبطها للكلام ده، كل ده موجود دلوقتي في السوق اللي احنا فيه. اللي بيبقى مثلا شغال ومعتمد على فيبوناتشي يقدر ياخد منه تاكيدات، كل الكلام ده حاصل في الايام اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا احنا قلنا هنا هنكمل مع السعر من تحت من فوق لتحت، السعر طلع صحح تاني لحد ال 38% وابتدى ينزل حتى اللي ما قدرش ياخد الصفقه دي على فكره. طيب التصحيح بتاعك ده هيبقى لحد فين، او انا الستوب بتاعي هحدده ازاي؟ انا بالنسبه لي بحدد الستوب بيبقى اغلاق شمعه فوق مستوى ال 61. يعني انا مثلا دي منطقه بالنسبه لي، دي لو منطقه انا اغلاق شمعه فوق المستوى ده، ولو انا عشان شغال عرض وطلب وعارف شويه في العرض والطلب ممكن يبقى فوق القمه دي عشان ان انا اقدر ابقى عارف المستوى اللي اقدر ينزل السعر ده ما ينفعش يتكسر. طيب دلوقتي طب السعر بعد كده فضل هابط وكسر لي قاع هنا وكسر لي قاع هنا، فانا هعمل ايه؟ هطول بس فيبوناتشي. طبعا لو ده القاع اللي اتكون، ده لو القاع اللي اتكون انا طولت فيبوناتشي ان انا قدرت اطول الموجه دي، الموجه السعريه اللي نزلت، هستنى السعر يصحح لي لحد فوق ال 38 وال 50 والكلام ده، طبعا هيبقى بدايه البيع من هنا. طب لو السعر قدر ينزل شويه هطول على طول الفيبوناتشي معاه وهبتدي ان انا انزل. ده بالنسبه لتحليل الفيبوناتشي. حد عنده اي استفسار بالنسبه للكلام ده؟ لو في حد، لو عشان انا الكلام ده مش هرجع له تاني، لو في حد عنده اي حاجه ممكن نعيدها تاني او اوضحها لكم، عشان انا دلوقتي هكلمكم على الاكستنشن بقى، ودي الحاجه القويه اللي انت لو رد السعر لصفر. لا مش فاهم السؤال معلش. يعني انا مثلا راسم فيبوناتشي، بصوا انا هعلمكم حاجه كده انا كنت بستخدمها زمان، ان انا كنت بشتغل على الفيبوناتشي ده على شرط اليومي وببتدي ان انا استخدمه مع البرايس اكشن شويه. يعني انا كنت بقسم الشرط بتاعي دي كده اليومي، نلغي مثلا معلش انا اسف،
دي استراتيجية كده كنت بشتغل عليها زمان. اي خط من دول طبعا انتوا عارفين ان الشارت ده متقسم كده يومي، تمام؟ كنت بستنى الاغلاق اليومي ومثلا اروح جاي عند الاوبن بتاع الشمعة، الاوبن بتاع اليوم واللو اللي هو اعلى هاي عمله واعلى لو، واستنى التصحيحات بتاعته عشان ابتدي اقدر اشتغل على فيبوناتشي. كانت استراتيجية كويسة بس مش ما كانتش في كل الاحوال بتمشي، يعني انا كان لازم اشتغلها ساعات، بقعد كتير عشان ادخل صفقه، عشان انا كنت مقلل الازواج جدا. ممكن ارسم على اليورو دولار ما فيهاش مشكله، تمام؟ نزود اليورو دولار. امسح بس الشرط يا شباب، تمام. شايفين المنظر اللي حاصل ده؟ طب انا دلوقتي السعر في اخر حاجه بالعين، بالعين كده عادي اخر حاجه، انا في اتجاه صاعد ولا هابط؟ انا طبعا في اتجاه هابط. طيب ابتديت ارسم في فيبوناتشي منين؟ من اول الموجه اللي هي حاصله فوق دي. طبعا انا السعر جالي لحد هنا اهو، طبعا دي كانت اول موجه في الهبوط. طب هيقول لي انت عرفت منين ان هي اشمعنى الموجه دي؟ لا، ما هو انا بعد ما الموجه بتخلص والسعر ابتدى يطلع يرسم لي التصحيحات، انا ببتدي ارسم في فيبوناتشي، ما بقدرش ان انا اخش من قبل كده. فانا موجه سعريه هبطت، التصحيح بتاعها اللي هو الريتريسمنت ده اللي موجود لحد ال 38 ال 50 ال 61، دول اهم مستويات بالنسبه لي، دول بالنسبه لي دي اقوى خطوط دفاع في الفيبوناتشي عشان يقدر السعر يكمل هبوط تاني، تمام؟ فالسعر قدر يكمل هبوط تاني وابتدى يصحح لي تصحيحه كبيره زي اللي حاصله دي، انا ممكن ابتدي اروح جاي مطول الشارت شويه. يعني انا من هنا ممكن ارسم كده واستنى التصحيح، بصوا صحح لحد ال 38 ونزل، ما كسرش القمه. هنا طلع مره ما كسرش القاع، طلع مره ثانيه ما كسرش القاع، طلع مره ثالثه وبرده نزل ما كسرش القاع. عشان ينزل عمل ايه؟ طبعا دي حاجه تانية بقى من ضمن الشغل اللي انا بشتغله في العرض والطلب، او في تحليلات تانية ببقى معتمد عليها، دي حاجه كده بتتدرس في الكوتشنج والكلام ده، ان السعر قدر يطلع ياخد عزم اقوى من المنطقه دي، السعر قدر يطلع ياخد عزم اقوى من المنطقه دي ومن المنطقه اللي كانت مكسوره قبل كده عشان يبتدي ينزل الهبوط ده كله. ده اللي حاصل ده كله هو مجرد ضرب ستوبات. والناس اللي مشتركه معانا في التوصيات لو تاخد بالها، صفقه اليورو دولار دي انا دخلتها بعد ما ضربت الستوبات للناس وخرجنا منها على ربح حوالي 120 نقطه او 130 نقطه تقريبا، وكانت يوم الجمعه خرجنا منها. فانا شايف ان دلوقتي مثلا اليورو دولار في اتجاه هابط، الموجه دي بالنسبه لي خلصت، انا مش هقدر ارسم على الموجه دي تاني لان حصل فيها تذبذب كتير. فاول موجه بعد كده اقدر ارسم عليها فين؟ اول موجه بعد كده اقدر ارسم عليها من اول القمه اللي قدرت تضرب لي الهاي بتاع الفيبوناتشي ال 61 وابتدي ان انا اعمل عليه. بالظبط اهو ده القمه. لا الصوت موجود يا شباب، الصوت موجود. الصوت موجود يا شباب كده. طب ايه كده الصوت رجع؟ تمام. انا دلوقتي بالنسبه لي اليورو دولار رحت جاي راسم طبعا موجه سعريه من فوق لتحت عشان انا في اتجاه هابط، السعر طلع يصحح، صحح لحد قبل ال 38 ب 2 بيب او ب 3 بيب وابتدى ينزل السعر. طب بالنسبه للناس بقى اللي شغاله على المستوى ال 23، دي نسبه يعني نجاح صفقاته اقل اصلا من 50%. الناس اللي بتبقى مزوده المستوى ال 23 وال 76 تبقى معتمده عليها اعتماد كلي، دي نسبه نجاح صفقاته اقل
من 50%. فعشان كده انا بحب اشتغل على المستويات القويه، او اسمها النسب الذهبيه بمعنى اصح، اللي هي نسبه نقدر اعتمد عليها في التحليل بتاعي، اقدر ابني عليها تحليل واقدر اخش واكسب منها. فانا ممكن السعر ده من هنا انا مستني تصحيح. على فكره ممكن السعر يعني في خلال المنطقه دي يجي، الستوب بتاعنا هيبقى فين؟ الستوب بتاعنا فوق الهاي ده. انا متوقع ان اليورو دولار لسه ليه هبوط لتحت ولسه مكمل شويه عشان ينزل ياخد العزم من مناطق قويه، عشان يقدر ياخد العزم من مناطق قويه. شايفين اغلاق الاسبوع عامل ازاي؟ الناس اللي شغاله بقى وعارفه طريقه شغلي والكلام ده عارفه ان مثلا اغلاق الاسبوع عمل برايس اكشن، طالع اختبر للنص بتاع الشبع عشان ابتدي اخد عزم وانزل اكمل هبوط تاني، وهيكسر كل القاعين اللي موجوده هنا. طب اول تارجت ممكن نبتدي نشتغل عليه هو من هنا. متوقع على فكره ان ان شاء الله قرار الفايده في الاسبوع ده، طبعا عندنا قرار الفايده في امريكا، فكله متوقع ان الدولار هيبقى سلبي. انا متوقع ان الدولار هيبقى ايجابي وبعد كده يبقى سلبي. الدولار هيبقى موجود معانا هيبقى قوي، وبعد كده في ايام بعد كده مستقبل هيبقى سلبي. متى انا عارف ماشي. السؤال ده كويس بس هو لسه ما جاش وقته، انا لسه بس خلينا نخلص الريتريسمنت بعد كده هنخش بقى في الاكستنشن اللي فيه الكلام اللي انت بتتكلم عليه ده. ما هو انا بستخدم الفيبوناتشي الاكستنشن والريتريسمنت. انا شرحت الريتريسمنت، حد عنده اي سؤال فيه؟ اللي هو التصحيح العادي، ان هو ارسم الموجه واستنى التصحيح لحد ال 38 او ال 50 او ال 61. في اي مشكله؟ تمام. هنبتدي نخش بقى دلوقتي على الاكستنشن، القنوات او الفيبوناتشي الممتد زي ما انت بتقول كده يا محمد. يعني الافضل بالظبط كده، هي على طول انت ماشي ورا السعر، شوف السعر بيقول لك ايه وانت هتفضل ماشي وراه. دايما خليكم عارفين ان المنصه ده تعاملوا معاها ان هو كانه واحد صاحبك انت بتكلمه وهو بيكلمك. السعر دايما بيقول لك انا رايح فين، انت بس تبقى عارف انواع التحليل اللي انت بتشتغل عليها، ازاي تقدر تحلل السوق، ازاي تقدر تشوفه، وكل واحد وليه بيقدر يبص للسوق بنظريه او بطريقه يقدر يشتغل عليها. احنا مثلا عندنا سيكونس في الاكاديميه بنشتغل عليه، لينا طرق تحليل معينه. طبعا دي الناس اللي هي خدت معانا كوتشنج عارفه الكلام ده، بنبتدي نحلل الشارت من الاول للاخر عشان نقدر نطلع تارجتات كبيره. تارجت صفقات بالالف نقطه، لو انتوا كنتوا طبعا بتشوفوا الصفقات اللي احنا بننزلها، ان احنا عارفين السعر بستوب 50 نقطه وتارجت 1000، وبنخرج من اماكن وبنبيع منها وبنكمل شراء تاني من اماكن تانية. فالكلام ده كله ليه ترتيب، بيبقى حاجه في الشغل موجوده عندنا هنا. طبعا عايزين بعد كده نتكلم بقى في الاكستنشن بتاع الفيبوناتشي. كده احنا خلصنا الريتريستمنت. عايز اوريكم حاجه بس للناس اللي هي بتسال ازاي الارقام بتاعه فيبوناتشي تعرفها، هل لازم احط خطوط والكلام ده. بصوا بكل بساطه، انت بترسم فيبوناتشي على الشارت وبتيجي تعمل الاعدادات بتاعته، بتجيب الاعدادات بتاعته وبتجيب اد ليفل. كل الليفلات اللي موجوده دي انت تقدر تجيب السعر عليها وتخليه على جنب هنا ما بين قوسين. هو مجرد بس ان انت هتعمل علامة في المية وتحط علامة في المية دي ما بين قوسين وعلامة الدولار ساين، وتعمل مسافات وتبتدي تحط الشرط. هيظهر لك ادي ال 261 او نجيب مثلا نجيب اهو مستوى 38 هتلاقيه موجود. طب الناس اللي مش عارفاها ممكن اعملها قدامهم. الكيبل عمل على الساعة فريم البرايس،
طب خلينا في التحليل دلوقتي، بلاش نخش في تحليل، خلينا بس ناخده فكرة عامة احنا بنشتغل على ايه. التحليل بعد كده هنقدروا نخشه في التحليلات بعدين. ادي الفيبوناتشي مثلا، المستوى عندي الصفر مش موجود جنبه الارقام، او مش مكتوب هو عند السعر كام، فانا هقدر اهو اعمل اتاك واعمل قوس، وهعمل علامة في المية، وبعد كده الدولار ساين، وبعد كده هقفل الكود، نتك اوكي. ظهر عندنا السعر دلوقتي هو موجود على ايه اهو، السعر ما بين قوسين. ولو حد عايز يكتب اي حاجه يعني ممكن يكتب على المستوى ده ان ده المستوى اللي انا بشتغل عليه، ده المستوى اللي انا بقدر احدده، اقدر اتعامل معاه في اي حاجه. تمام كده احنا خلصنا الريتريسمنت، هنبتدي نخش على الاكستنشن او المكملات اللي احنا نقدر نعرف التارجت بتاعنا جاي فين، او السعر الموجه دي قربت تنتهي ولا لا. بص يا شباب، ده الترند اللي احنا كنا راسمينه. اول حاجه لو السعر قدامي ماشي كده، لو السعر طلع بلاش ده، لو السعر قادر يطلع، طلع لي بموجة سعرية، طبعا احنا هنا موجة سعرية صاعدة، ابتدى يصحح، خدنا الريتريستمنت، طلعنا بموجة، ابتدى يصحح تاني السعر، طلعنا. حد ملاحظ حاجة هنا؟ طبعا احنا في ترند صاعد. امتى اقدر اقول ان الترند ده صاعد وانا اقدر اعتمد عليه؟ لو خدنا بالنا من الموجه دي، لو احنا خدنا موجه كبيره، دايما الترند بيبقى ليه تارجت، التارجت ده بتقدر تطلع وتحدد بيه الاكستنشن اللي انت تقدر تشتغل عليه. يعني لو انا طلعت بالموجه دي وليكن 100 نقطه لفوق، 100 نقطه ابتديت اصحح لحد ال 61% او ال 38 او ال 50 اللي احنا شرحناه، وابتديت اطلع بموجه سعريه ثانيه. عشان اقدر اقول ان الترند ده ترند صحيح، لازم يبقى الترند كده شكلا انت متقبله، ان الموجات مظبوطه، ان هو بيعمل قمه جديده، هاير هاي هاير هاي هاير لو، فانا كده في ترند صعد. لو الموجه اللي طلعت من الترند ده لحد ده وليكن 100 نقطه، هنيجي نرسم على الموجة اللي بعدها كده ونشوف الموجة اللي طلعت من هنا لهنا، هنلاقيها حوالي 80 نقطة تقريبا. الكلام ده مش قرآن يعني، الكلام ده ممكن يكون متغير، مش لازم يبقى بالحرف، ممكن تبقى 90، ممكن تبقى 110، بس ممكن لازم يبقى الترند شكليا انا متقبله، وان انا شايف صوت قطعها. صوت موجود؟ موجود الصوت؟ في صوت يا شباب؟ شباب في صوت؟ muted كده الصوت رجع تاني يا شباب؟ شباب الصوت كده رجع المفروض. تمام معلش احنا قربنا نخلص خلاص. فانا دلوقتي لو عندي موجة سعرية طلعت
100 نقطة، السعر ابتدى يصحح هنا 50 نقطة مثلا، ابتدينا نشتري، طلع صحح 80، ابتدى يصحح لي هنا 40 نقطة، تمام؟ ابتدى يطلع لي بموجة سعرية تانية. الموجة السعرية دي طول ما السعر بيقل في الموجة اللي موجودة اعرف ان الترند ابتدى يصعد. طبعا مع دمج الفريمات ده ملهوش علاقة، يعني انا مثلا ممكن اكون اخد صفقة من صفقة اسبوعية، تمام يا شباب الصوت كده رجع، تمام. دايما دايما يا شباب الباور بتاع السعر او اقوى حاجه موجوده كده. الصوت رجع، تمام. الباور بتاع السعر دايما او اكبر موجه تلاقيها هي بدايه الموجه دي اللي بيبقى فيها صانع السوق او فيها ضخ الاموال جامد جدا. فلو انا طلعت هنا 100 نقطه وابتديت اصحح 50، بعد كده ابتديت اطلع اكسر القمه ب 80 نقطه وصححت 40، كده انا شايف ان الاتجاه ابتدى يضعف، ان هو اول موجه عملها لي 100، بعد كده عمل لي موجه سعريه تاني 80 نقطه، بعد كده عمل لي موجه 60 نقطه، وهكذا لحد ما انا، ما هو اكيد مش هيفضل السعر طالع في ترند صاعد على طول، هيجي له وقت والترند ده يتكسر. طب امتى هعرف ان الترند ده ابتدى يضعف وان الترند ده القوه بتاعته ما بقتش موجوده؟ مبدئيا اول ما احس ان الترند ابتدى يعمل لي موجات اصغر. طب نشوف الكلام ده على الشارت عشان يبقى الناس ايه مركزه اكتر. عايزين ترند كويس. تمام، هنفترض ان ده ترند، تمام. طبعا الترند ده احنا رسمنا في فيبوناتشي وصحح وطلع ونزل وطلع تاني، تمام. امتى هقول ان الترند ابتدى يضعف؟ اخر موجه طلع بيها السعر كانت هنا، صح؟ دي الموجه اللي السعر كسر بيها القمه اللي كانت موجوده هنا، تمام. السعر من هنا، السعر من المكان ده ما قدرش ينزل او ما صححش التصحيحه اللي انا مستنيها. بعد ما كسر القمه دي كده بالظبط ما نزلش، صحح على الترند اللي هو المفروض ان ده العادي اللي يعمله. طب اعمل ايه بقى؟ تمام، الصوت كده موجود يا شباب؟ تمام. الترند هنا بالنسبه لي صاعد، المفروض في المكان ده كان السعر نزل يعمل ريتست للترند وابتدى يطلع تاني عشان اقدر ان الترند ده اقول ان الترند ده مظبوط ومكمل. لكن اللي حصل هنا مختلف، اللي حصل هنا ان جالنا حاجه اسمها سب ترند. السب ترند ده معناه ايه؟ ان انا بقدر ارسم من الترند اللي هو حاصل ده ترند فرعي تاني، تمام. بقدر ارسم من الترند بتاعي ترند فرعي، ممكن يبقى الترند ده بدايته من هنا مثلا، تمام. بدايته هي الموجه اللي كانت من مع الترند، طلع ابتدى السعر يجي عليه ويطلع، يجي عليه ويطلع. مع كسر الترند ده، مع كسر الترند ده السعر ابتدى ينزل. طب اول ما اتكون عندنا سب ترند على طول احنا عرفنا ان الترند ابتدى يضعف. ليه؟ لان انا خلاص نفسيا ما بقتش متقبل الموجه اللي هي حاصله دي، يعني الموجه دي مش شبه الموجه اللي طلعت بعدها، فابتدى يعمل لي سب ترند، ابتدى ما يمشيش على القوانين اللي انا محتاجها.
طب هو انا امتى هعرف ان ده نهاية السعر؟ في حاجة بقى كده بسيطة هعرفها لكم في المكملات بتاعتنا. طبعا انا اي تصحيحة في السوق زي ما انتوا كنت بتصحح عشان تبتدي السعر يطلع، ركزوا بقى في الحتة دي قوي، عشان انت رسمت موجة صاعده واستنيت السعر يصحح عشان تشتري. التصحيحة اللي حصلت دي ليها معنى. ايه المعنى بتاعها؟ ان انا ممكن ارسم من هنا الفيبوناتشي بتاعي الهابط، بقى الهابط عكس السعر، عشان اعرف السعر رايح لفين. احنا طبعا قلنا التارجت الاول بتاعنا 127، لكن انا لو عايز اعرف امتى الموجة هتبتدي تنتهي، انا برسم على التصحيحة الكبيرة اللي حصلت اللي انا رسمت لكم عليها دي وعلمت لكم عليها. ادي التصحيحة الكبيرة اللي حصل اهي، وصل السعر لحد 161، وشايفين الانعكاس. مش هقول لك ان دي كل مرة بتحصل، مش دي كل مرة، بس امتى اكون انا عارف ان الكلام ده هيحصل؟ الكلام ده هيحصل، شايفين الخط اللي هو ده، الخط المفروض ان ده خط المية بتاعنا، تمام يا شباب؟ لو تمام بس اكتبوا لي واحد عشان الحتة دي مهمة جدا. تمام، هرسم اي موجة، اي تصحيحة حصلت بعدها برضو هرسم عليها فيبوناتشي. يعني السعر ابتدى يطلع لي من هنا تاني، هرسم فيبوناتشي من تحت، من فوق لتحت تاني، هبتدي ارسم فيبوناتشي من فوق لتحت تاني، بشرط ان الموجة الكبيرة اللي انا خدت عليها التصحيحة الاولى تكون اكبر من الموجة اللي هي حصل عليها السعر تاني اللي قدر يلف هنا. التصحيحة اللي حصلت دي تكون اصغر من دي ومعدية خط المية او خط الصفر اللي انتوا عاملينه. طب ده عطاني ايه؟ ده لو انتوا خدت بالكوا ان هنا عند ال 161 وعند ال 127 عطاني حاجة اسمها كلاستر. الكلاستر بتاع الفيبوناتشي ده من اقوى الكلاسترات اللي انت ممكن تشتغل عليها. كلاستر بتاع الفيبوناتشي ده من اقوى الكلاسترات اللي انت ممكن تشتغل عليها. لا الصوت في صوت يا شباب؟ عايزينها تاني؟ مفيش مشكلة، هنعيد الحتة دي تاني مرة. حاضر، بصوا الحتة دي من أقوى الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها في فيبوناتشي. دلوقتي انا رسمت في فيبوناتشي على التصحيحة اللي حصلت، انا كنت في موجة سعرية صاعدة، ترند صاعد، ابتديت ارسم في فيبوناتشي اهو، ادي ترند صاعد اهو، الشغل العادي، ابتديت ارسم في فيبوناتشي، صحح، ابتدى يطلع السعر، عمل لي الموجة وعمل لي كل اللي انا محتاجه لحد دلوقتي، تمام؟ تمام. طيب التصحيح اللي حصلت هنا دي، التصحيح اللي حصل هنا ده له عندي معنى كبير. المعنى بتاعه ان هو التصحيح ده مش جاي عشوائي، التصحيح ده اكيد عايز يودي السعر لمكان معين. المستهدف او صانع السوق اللي موجود هنا هدفه ان هو يجيب الاسعار هنا عشان يطلع يوصلها لمكان معين اللي هو التارجت بتاعه، تمام؟ فانا رسمت في فيبوناتشي على التصحيحة اللي موجودة هنا، تمام؟ السعر ابتدى يكسر، طلع، كل حاجة ماشية، تمام. خط الصفر او خط المية بتاعي موجود فين؟ خط المية بتاعي اهو، حطيت عليه خط هنا، تمام؟ طب المية 161 والميتين 161 بتوعي موجودين فين؟ هحط عليهم خط برضو يا شباب بالعرض عشان هشيل لكم الفيبوناتشي عشان ما تتلخبطوش. لحد كده في مشكلة؟ وادي ال 127 برضو
بس انا مش عايز ازوده عشان ما تتلخبطوش. لحد الان في مشكله؟ لا الصوت موجود يا شباب. شباب معلش لو في صوت اكتبوا لي واحد بس. تمام، هنشيل الفيبوناتشي ده كده. كده انا حددت المستويات بتاعتي اللي هو ال 161 وال 127، ادي خط الصفر اهو اللي موجود بتاعنا، وال 161 وال 261، بس ال 261 فوق انا مش عايز ايه اشغلكم بيه. طب من بعد الخط ده ابتدى يحصل تصحيح تاني؟ من بعد الخط اللي حصل ده ابتدى يحصل تصحيح تاني؟ يعني السعر قدر يطلع وينزل يصحح؟ اه حصل التصحيحه اللي موجوده هنا، اللي هي نزل من السعر من هنا لهنا، صح كده؟ دي تصحيحه كده، السعر صحح. لازم يبقى عندي شرطين، اتنين الصوت راح ولا اتنين السعر ما صححش. الصوت موجود؟ في صوت؟ تمام يا شباب، في صوت كده المفروض، في صوت صح؟ تمام. طيب من بعد السعر، من بعد ما طلع وكسر لي خط المية دي، في تصحيح تاني حصل؟ التصحيحة اللي موجودة هنا، صح كده؟ السعر قدر ينزل من فوق، طلع نزل صحح وابتدى يطلع يكسر القمة تاني، صح الكلام ده؟ حد عنده أي استفسار لحد هنا؟ السعر اهو ابتدى يصحح لي، اهي دي كده اسمها تصحيحة. لحد كده تمام؟ لو تمام اكتبوا لي واحد بس، واللي مش فاهم عشان دي أهم حتة. تمام، عندي شرطين، عندي شرطين. الشرط الأول، الشرط الأول إن التصحيحة دي تكون أصغر من اللي تحت. بمعنى إيه؟ طبعا أنا قلت لكم الشرط الأول إن هو يكسر خط الصفر هنا وعمل لنا سب ترند. الشرط الثاني اللي هو الأهم إن التصحيحة دي تكون أصغر من التصحيحة اللي أنا آخد عليها أول مستوى اللي هو ال 161. لا في صوت كده المفروض. طب واحد اتنين دي هعمل بيها ايه؟ المحاضرة كده كده متسجلة يا شباب، وهتنزل وانا هعدل لكم الصوت على الاخر يعني. تمام؟ لحد دلوقتي الصوت تمام؟ تمام. الشرط اللي انا بقول لكم عليه ان التصحيحة اللي تبقى حصلت فوق عشان ابتدي اقول ان الترند ابتدى يخلص او الترند ابتدى يبقى ما فيهوش عزم يجي، ان التصحيحه اللي حصلت فوق من بعد كسر خط المية تبقى اصغر من التصحيحه دي. طب ممكن على فكره، بس دي مش موجوده دلوقتي، السعر يعمل لي تصحيحه كمان، بس انتوا دي بقى محتاجه تركيز شويه، ودي يعني للناس اللي هي عايزه سكالبنج شويه، لان لو انتوا خدتوا بالكم ان في تصحيحه حصلت هنا تاني، التصحيحه الشمعه اللي هبطت دي، دي بالنسبه لي اسمها تصحيحه. فلو رسمت عليها مثلا فيبوناتشي كده، اكبر لكم الشموع شويه عشان تركزوا بس معايا في الحته دي. بصوا يا شباب، دي التصحيحه، شايفين خط ال 161 فين؟ طول ما السعر ماشي انا ماشي وراه لحد ما اجيب اخره. طول ما السعر ماشي وانا طبعا احنا في حاجات تانية بتدعم لنا التحليل بتاعنا وان احنا نقدر، بس الحاجات دي نسبه نجاحها عاليه جدا. طيب الاساس بتاعنا فين؟ طبعا هروح جاي راسم في فيبوناتشي من التصحيحه الاولانيه للتانية اللي حصلت في السعر. جابني فين؟ ادي خط 161 تاني. من بعد ما كسر خط المية، عشان بس تركزوا في الحتة دي، عشان تركزوا في الحتة دي، طبعا انا ده خط المية الاولاني وده
خط المية التاني. تمام؟ من بعد ما السعر كسره اداني خط المية 161 اللي هو موجود هنا. تمام؟ المنطقة دي على بعضها، المنطقة دي الاتنين مع بعض اسمها كلاستر، كلاستر سعري. ممكن ادخل من المنطقة دي بيع وابتدي اقول ان السعر خلاص. الكلام ده لما بيحصل معاك ويظهر اول برايس اكشن انت تقدر تخش. الكلام ده لما يحصل الاتنين مع بعض ويظهر اول برايس اكشن انت تقدر تخش. طب الستوب بتاعنا فين؟ انا بالنسبة لي في ستوبات ممكن احددها على منطقة عرض وطلب، وممكن احطها فوق ال 200% من ال 161. يعني انا لو حاطط خط ال 200، انا بالنسبة لي هيبقى خط ال 200 هنا تقريبا، ممكن احط الستوب بعده على طول بعد خط ال 200 عشان يبقى في الامان. ده بالنسبة للناس اللي هي بتعد نقط هيبقى الكلام ده سهل جدا. كده حد عنده اي استفسار في اللي انا قلته؟ احنا كده خدنا رسمنا الفايبو التاني على ايه؟ انا عدتها والله يا شباب. احنا الفيبوناتشي التاني، الفيبوناتشي التاني رسمناه على التصحيحة اللي حصلت هنا. السعر بعد ما كسر لي خط المية اللي موجود هنا، ده الفيبوناتشي الاولاني والتصحيحة. اول تصحيحة من بعد السعر اللي هي حصلت من هنا لهنا اهي، ادي السعر اهو. طبعا السعر ابتدى ينزل من فوق لتحت، فدي بالنسبة لي تصحيحة، صح كده؟ فهروح جاي رسم عليها في فيبوناتشي اهو عشان اشوف السعر بيقول لي هو رايح فين. طبعا عمل لي حاجة هنا اسمها اكستنشن. الاكستنشن ده الناس اللي هي عملت، الناس اللي هي حضرت محاضرة الدايفيرجنس، لو دمجت الدايفيرجنس مع مع الفيبوناتشي مش هتحتاج حاجة تاني. الاتنين مع بعض أقوياء جدا. وطبعا احنا ممكن نعيد محاضرة للدايفيرجنس تاني قريب إن شاء الله، لأن في ناس كتير طلبها والمحاضرة الأولانية كانت طويلة شوية. فلحد كده تمام يا شباب؟ حد عنده أي استفسار؟ اي حد محتاج ياخد رأي في تحليل او في اي حاجة طبعا يتابعنا على تويتر. لينك تويتر هحط لكم اللينك دلوقتي، هحط لكم اللينك دلوقتي بتاع تويتر. اللي عايز يعمل تحليل او يستشيرني في تحليل وان احنا بنتريد مع بعض، انا كده كده بكتب عليه على طول. طبعا اللي عايز يتابع فيديوهات عن العرض والطلب موجودة على القناة بتاعتنا على اليوتيوب، اللي هي موجودة اللي نزلوها من شوية الشباب دي، قناة موجود عليها محاضرات مجانية عن العرض والطلب وفي كل حاجة. وطبعا اللي عايز يتابعنا على تويتر او على التليجرام، الروابط موجودة في نفس المكان، والفيسبوك. وفي محاضرة هتتعمل قريب ان شاء الله، في كورس عن العرض والطلب هيقدمه مصطفى رحاب. اللي عايز مصطفى رحابي اللي عايز يشترك فيه او اي حاجة يتواصل مع الدعم، ودي صفحات الدعم اللي لسه نازلة دلوقتي. مصطفى رحابي ده طبعا اللي بيدي عندنا الكوتشنج، اللي هو مسؤول عن الكوتشنج هو ومستر احمد ابو مازن. طبعا الممتدة اللي شرحتها الاول طيب تكرة شرط. طب ايه المشكلة عندك في تكرة شرط؟ لو في تحليل ماشي، لكن في الفنيات بتاع تكرة شرط ممكن تكتبها لي على تويتر، واي حاجة ممكن احلها لك هناك. هنزل لك لينك تويتر دلوقتي، عشان بس المحاضرة دي خاصة بالفيبوناتشي، وانا عايز لما ارفع المحاضرة تبقى كلها موجودة في مكان واحد وبنتكلم في حاجة معينة. دي صفحتنا على تويتر، صفحة الأكاديمية والصفحة بتاعت التحليلات بتاعتنا اللي هي بي برو تريدر. دي أنا موجود عليها على طول، وأنا اللي بكتب عليها أنا ومارفن. طبعا مارفن شغال إليوت وقريب جدا هيعمل وبينار مجاني عن إليوت.
المحاضرة متسجلة وهتترفع إن شاء الله بالكتير قوي بكرة، عشان هقص منها الحاجات اللي كان الصوت بيقطع فيها أو الصوت اللي كان معاكس الشباب، وإن شاء الله هتنزل النهاردة أو بكرة بالكتير، هتكون مرفوعة على اليوتيوب. في أي حد عنده استفسار؟ رابط الفيديو هينزل على التليجرام وعلى تويتر إن شاء الله، وهتتبعت على الإيميلات بتاعت الناس اللي حضرت. بارك الله فيكم يا شباب، وإن شاء الله تبقوا استفدتوا من المحاضرة دي. لو أي حد عايز رأينا في أي تحليل أو أي حاجة، موجودين على تويتر، وإن شاء الله تبقى محاضرة موفقة، وأكون قدرت أفيدكم في أي حاجة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع، طب أنا آسف يا شباب، موقع 960 ديجري هو السوشيال تريد، ده زيه زي الفيسبوك. ربنا يخليك يا محمد، ده زيه زي الفيسبوك. انت ممكن تتابع ناس بتحلل على الموقع، ناس انت شايف الاداء بتاعها كويس. يعني انا رافع الاداء بتاع الاكونت بتاعي، الحساب الحقيقي على الموقع، موقع الاكاديميه برضو شغالين عليه رافعين الاداء بتاعنا. في ممكن انت تختار حد موجود شايف الاداء بتاعه كويس، ما بيعملش درو داون، تقدر تحدد الكلام ده كله. انت بتشوف كل حاجه مرفوعه في الحساب، الحساب معمول من امتى، الصفقات اللي بتتعمل عليه هاي ريسك ولا الريسك قليل او الكلام ده، فالكلام ده كله تقدر تحدده. وفي فيديوهات معموله على الموقع روبرت شارح فيها كل حاجه، قادر ان هو يوصل المعلومه بكل سهوله. هنزل لكم الموقع بتاع 960 ديجري دلوقتي عشان الناس اللي عايزه تشترك فيه او الناس اللي عايزه تفهم اكتر. واي استفسار كلموني على تويتر او على الدعم بتاع 960 ديجري، هتلاقوني اسمي هناك برضو على موقع الاكاديميه بي برو تريدر. والفيديو ان شاء الله بكره هيكون نازل او النهارده بالليل باذن الله. بارك الله فيكم، وان شاء الله اكون قدرت اوصل لكم معلومه او استفدتوا من اي حاجه. وميعادنا ان شاء الله في الويبنار اللي جاي ان شاء الله هيبقى على الاسبوع الجاي، هننزل بوت اللي عايز يقول لنا الويبنارات اللي انتم محتاجينها تبقى ايه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.